نفى مصدر مطلع ما تردد من أنباء حول توصل لاتفاق للتهدئة بقطاع غزة أو بدء إدخال المساعدات التي أرسلتها مصر وعدة دول عربية ومنظمات دولية لرفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني جراء الحصار الذي تفرضه قوات الاحتلال الإسرائيلي على القطاع. دعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى السماح بالوصول العاجل للمساعدات الإنسانية إلى غزة من دون عوائق. كما حضر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة ومنسق الأمم المتحدة للإغاثة الطارئة مارتن جريفيث من العواقب الوخيمة على قطاع غزة مع نفاد كل الخدمات الأساسية وانقطاع الكهرباء والمياه والغذاء والدواء. ومن جهته قال المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أنروا فيليب لازاريني إن موظفي الوكالة في غزة أصبحوا غير قادرين على توفير المساعدة الإنسانية لسكان القطاع. أعلنت الأمم المتحدة تسجيل 48 هجمة على المنشآت الصحية واستهداف الأطقم الطبية منذ بداية القصف الإسرائيلي على غزة. وقالت الأمم المتحدة في تقرير إنساني إن الهجمات أسفرت عن استشهاد 12 عاملا صحيا وإصابة 20 آخرين أثناء أداء الواجب، إلى جانب استشهاد حوالي 12 من موظفي الأونروا. في خضم التصعيد الإسرائيلي على غزة والضفة الغربية، يعاني القطاع الصحي أزمات عدة لا تقتصر فقط على نقص الأدوية والمستلزمات الطبية، ليتجاوز الأمر ذلك إلى تعرض المنشآت الطبية نفسها للقصف. بحسب الأمم المتحدة، فقد سجل نظام مراقبة الهجمات على مرافق الرعاية الصحية التابع لمنظمة الصحة العالمية منذ بداية القصف الإسرائيلي على غزة 48 هجمة. وفي تقرير إنساني لها، أعلنت الأمم المتحدة أن الهجمات شملت استشهاد 12 عاملا صحيا وإصابة آخرين أثناء أداء واجبهم الإنساني، كما استشهد حوالي 12 من موظفي وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا في الضفة الغربية. وثقت منظمة الصحة العالمية 63 هجوما على المرافق الصحية، بما في ذلك عرقلة تقديم الرعاية الصحية والعنف الجسدي تجاه الفرق الصحية، فضلا عن احتجاز العاملين في مجال الصحة ومركبات الإسعاف. فيش كهرب بالمرة، المواتير البديلة هذه فيش، انترنت فيش، الوضع كارث عندنا. في عندك مشكلة كهرباء، في عندك مشكلة مي، في عندك مشكلة يعني أزمات بشكل مش طبيعي، حالة ميؤوس منها. الأمم المتحدة أكدت في تقريرها أن جميع الوكالات الإنسانية والعاملين فيها واجهوا قيودا كبيرة على تقديم المساعدات الإنسانية بسبب الغارات الجوية الإسرائيلية والقيود المفروضة على الحركة، هذا إلى جانب نقص الكهرباء والوقود والمياه والأدوية والمواد الأساسية الأخرى التي تعاني منها غزة بالفعل. وكالة الأونروا حذرت من أن الغارات الإسرائيلية على قطاع غزة كشفت عن كارثة إنسانية غير مسبوقة. وقال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنه لم يسمح بدخول قطرة ماء واحدة ولا حبة قمح واحدة ولا لتر من الوقود إلى قطاع غزة خلال الأيام الثمانية الماضية. مياه الشرب ومياه الاستخدام الصحي كلها أغلب المحطات مسكرة بسبب أزمة المياه في قطاع غزة، سواء مياه حلوة للشرب أو مياه مالحة. غزة يتم خنقها من جانب الاحتلال الإسرائيلي، فالحس الإنساني غاب في هذه الحرب، إذ لا يواجه الفلسطينيون قصفا ونيرانا فحسب، بل تخطى الأمر ذلك إلى حرمانهم من أبسط حقوق الحياة. We'll be right back.
أكدت وكالة الأنباء الفرنسية نقلا عن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل ما لا يقل عن 291 جنديا إسرائيليا منذ 7 أكتوبر. وأضافت الوكالة أن عدد الأسرى المحتجزين في قطاع غزة وصل إلى 199 شخصا، ذلك في حصيلة جديدة بعد 10 أيام من التصعيد. أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي تنفيذ خطة لإجلاء سكان المناطق المتاخمة للحدود اللبنانية بعد إغلاق المنطقة إثر تصاعد التوتر خلال الأيام الماضية. كان عدد كبير من السكان قد غادر المنطقة بعدما أدى إطلاق النار المتكرر عبر الحدود في الأيام الأخيرة إلى مقتل أشخاص على جانبي الحدود، وخشية من توسع التصعيد في غزة ليطال الجبهة الشمالية.